القناطر احنا شايفين ان هي بتتغير وبترجع للقناطر اللي احنا عارفينها من زمان، ان كانت القناطر دي تعتبر المزار الترفيهي والسياحي بالنسبه للمواطن العادي والمواطن البسيط. معرض زهور الربيع ده من احد الطقوس السنويه اللي بيتم الحفاظ عليها، اللي الاداره محافظه عليها وبتتميز بيها محافظة القليوبية عموما، إقامة معرض زهور الربيع. السنة دي بنقيمه في حديقة عفلة، لما لعفلة من تاريخ وأهمية، وإنها أكبر الحدائق، وبرضو حديقة عفلة من الحدائق المشهورة في المنطقة. فإقامة المعرض في عفلة له دلالة من اهتمام الوزارة، عن اهتمام الوزارة بهذا المعرض اللي بيتم سنويا. أنواع الزهور اللي موجودة ديت يمكن أغلبها زهرة السيناريا، وزهرة السيناريا ديت أو زهور السيناريا ديت بتتميز بتعدد ألوانها وبتعوز يعني مزيد من الجهد والعناية، وعشان كده الإدارة بتنفرد بهذا النوع من الزهور اللي بيمكنها من عمل معرض بهذا الحجم. وان شاء الله المعرض مستمر ومتواصل من النهارده لحد يوم، او من اليوم 17/3 حتى 5/4، يستقبل الزوار.